اكشن. ده جون عيل جيمر لسه صاحي من النوم وبتاعه، بعد كده راح جاي قايم قاعد على الجهاز بتاعه، واثناء ما هو بيلعب صحابه في الشات بيقولوا له انت يا اسطى مش عارف ايه اللي بيحصل حوالينا وبتاع، فهو ما كانش فاهم حاجه. فراح فتح قناه الاخبار لقى ان الدنيا بقت مقلوبه، فاهم، الناس بتحول لزومبي وبتقتل في بعض وبتاع. فقال لك يا عم لا، ممكن تلاقي الاخبار بتهزر معانا وبتاع. ولا بيبص من الشباك هوب لقى اللي شافه في الاخبار فعلا حقيقه قدامه. فايش الشغله دي بقى؟ تخيل كده تصحى بتقول يا فتاح عليه ملزقه كريم، تلاقي الناس فاهم اتحولت لزومبي، فاي بقى. المهم ان الشبكه فصلت وبتاع، والولا فتح الشباك لقى مسرحيه بتحصل قدامه، فاهم، فانهار بقى. طبعا ما ينفع اتحرك هيموت، فاهم، فقال لك انا هقعد في البيت بقى ولسه هنشوف هنعمل ايه. فراح يفتح باب الشقه عشان يتفقد الوضع وبتاع، فلا واحد بيجري عليه وبيقفل الباب مره واحده. قال له عمو حط امك عم، في قاعد بتقتل بره عمو النبي، قعدني معاك شويه يا عمو النبي عم. فجون قال له عم خلاص بالراحه ماشي تمام. فلا لا لا عم عايز اخش حمام. قال له عم اتنقل خش بقى ما صدعناش الصبح. فالواد دخل الحمام وبتاعه، في نفس الوقت جون بيبقى واقف قدام التلفزيون وبيسمع عن اعراض الزومبي. فالواد طلع من الحمام وبتاعه، المهم راح جاي جون ماسك سكينه. قال له المهم الاعراض ابتدت تبان، ابتدت تبان على الولا اللي هو ايه الغريب ده. فقعد يهدده قال له اطلع بره وبتاع. المهم الولا لما وصل عند باب الشقه قعد يرقص مايكل جاكسون زي ما انت شايف كده. المهم راح جاي جون ايه بذكاء كده، راح جاي مطلعه بره الشقه قبل ما يتحول تحويل كامل، وجاب الثلاجه حطها عند الباب امن نفسه وبتاع. الدنيا تمام، جاي يعمل مكالمه تليفون، الشبكه لسه ما جاتش خلاص تمام. واثناء ما هو بيحاول يتواصل مع اي حد وبتاع، بتيجي اخبار في التلفزيون بتقول ان انتوا لازم تقعدوا في البيت ولازم تكونوا مكفيين نفسكم اكل وبتاع لحد 60 يوم. فقام جمع اكله وبتاعه مش عارف ايه، لان هو هيقعد معاه حوالي اسبوعين بس. فابتدى يحس بالياس سيكا، ففضل قاعد زهقان يقلب على الانستجرام بتاع مش عارف ايه الكلام ده، لحد ما لقى ناس ان هي بدات تنشر صورها على الانستجرام وطالبه المساعده وبتاع، فعمل زيهم. بس لسه شبكه ان هو يتصل بحد وبتاع لسه ما جاتش. فقال لك اشغل دماغي، راح جايب الدرون حاطط فيه التليفون وبتاع ولزقهم في بعض وخلى الدرون تطير عشان يجمع شبكه. بس اول ما ابتدى يجمع شبكه التليفون نفسه بقى ايه فصل، فاهم، فانت على الفقري بقى عامل لك ايه. وبيجي الليل وبتحصل مسرحيه ثانيه في الشارع، ان الزومبي بيتلم على شرطيه وبيقتلها وبتاع، بس الطبنجه بتاعتها بتبقى في الشارع لسه محدش خدها. فطبعا هو ساعتها انفعل وبتاع ومش عارف ايه، فزومبي سمع صوته من الباب هوب، فكر يفتح الباب بيهجم عليه بتاع. المهم الولا شغل دماغه وبتاع، خلى الزومبي يقع من البلكونه وراح صلح الباب والدنيا تمام وبتاع. المهم رايح يشرب بق ميه، لقى الميه قطعت، قال لك بقى ايه كده كده خربانه خربانه، راح جاي فاتح النيش بقى كله، فاهم، اي درينك شمال هتلاقيه جوه. وفضل ديم تريم بيم بيم وصحى تاني يوم هانج اوفر مش شايف قدامه اي حاجه. فقال لك ايه اللي بيحصل في الدنيا، ده في زومبي بره، راح جاي مغطي الازاز كله عشان محدش يلاحظ ان هو عايش جوه اساسا، بيأمن نفسه يعني وبتاع، فاهم. وبيفضل قاعد في البيت طول اليوم وبيفضل يتفرج عليهم من الشباك وبتاع. وتاني يوم الصبح بيصحى بقى بيبقى اليأس اتملك منه تماما. فالشبكه على تليفونه لقطت سيكا كده، وجات له رساله من ابوه وامه بيطمنوه ان هو بخير وبتاع، وبيقول له خلي بالك على نفسك والشويتين دول. فالشبكه بتروح تاني، فقال لك اعمل اي حنكشه بقى هي القط بينها شبكه وبتاع. ففضل يجمع شويه حاجات كده، سماعات على مش عارف ايه وبتاع، وطلع وقف في البلكونه كده عشان يلقط شبكه. فشاف منظر الزومبي عادي يعيط، راح جاي داخل تاني، مالك يا اسطى، فدخل كسر زعق اتنطط اتعصب، فاهم، راح جاي ماسك حته حديده وطلع بره وقال لك بقى عليا وعلى اعدائي، واي زومبي بيقابله بيديله. فمشى شويه قابل زميله اللي كان بيستنجد بيه من شويه وكرشه وبتاع، ولقى اتحول بقى وبتاع، فعادي يصرخ فيه وبتاع. فالمهم الزومبي الباقي ابتدى يمشي ورا الصوت، وابتدوا كلهم يهجموا عليه من كل حته. فالمهم ان هو في الاخر عرف يخلع منهم وبتاع، وفضل قاعد جوه في شقه كده حابس نفسه لحد ما كلهم نسوه وابتدوا يتحركوا بعيد عنه. وبيعدي 20 يوم وبيحصل انفجار في المدينه اللي هو فيها، والكهرباء بتقطع في المدينه كلها. فقال لك هي كده كده خربانه بقى، راح جاي ايه علق حبل مشنقه وقال لك انا ايه هموت نفسي. ولسه بيعلق نفسه وبتاع لقى ليزر بيزاوله في عينه، فقال لك بس في حد عايش وعايزني افضل انا كمان عايش، يا ما انت كريم يا رب، وربنا بيديله الامل تاني. وبتطلع بنت ساكنه في المبنى اللي في وشه وبتاع، بيبقى باين عليها ان هي دارسه الموقف جدا، وبيقعدوا يتعرفوا على بعض وبتاع، وبنعرف ان اسمها يويو. فجون بيبقى جعان وبتاع، فالمهم ان هي بتربط كوره في حبل كده بتحاول تعملها زي خيط توصل له فيها الاكل وبتاع. المهم ان هي بتفشل بتقع في الارض، فهو بيشغل الدرون وبيوصل هو الحبل وبينجح. بس الحبل اللي فيه الكوره اللي هي حذفته الاول نسيت ان هي تسحبه، عيل زومبي بيشوفه فبيقعد يشد فيه، المهم بيتغبى على الحبل فبيبقى مربوط في الترابيزه، المهم ان هو بيقع، البت بيغمى عليها في الاخر، والزومبي بيتشعل على فوق، وجون بيحاول ان هو يساعدها باي طريقه وبتاع. المهم بقدره قادر الزومبي ده قبل ما يوصل لفوق بتكون هي فايت وبتوقعه، وبتوقع بقى كل الزومبي اللي تحتيه وبتاع، فاي ربنا استر عليهم. فبيجي الليل وبتاع وبيبقى جعان وبيبقى عايز بقى ايه يروح يدور على اكل، فبيفتح الثلاجه بيلاقي شويه شوكولاتات وشويه عده كده بيقابلهم في السكه، فبيحطهم في الشنطه. فبيخش الشقه اللي جنبهم واحده سسبنس كده، بيلاقي واحده ميته وبتاع. المهم زومبي بيهجم عليه، بيعرف يخلع منه وبيرجع على شقته تاني، واحده سسبنس من المخرج بالحب كده. فلما بيرجع
على البيت بنعرف ان هو قفش جهاز لاسلكي وبتاعه، وبيقعدوا هما الاثنين يتكلموا مع بعض، والزومبي بيكون داخل على المبنى اللي هي عايشه فيه، فبيروحوا عشان يهجموا عليها وبتاعه، وهي بتحاول ان هي تامن نفسها، فغصب عنها بتوقع حاجه كده، فالزومبي بيجري عليها عشان الصوت، فلسه بيهجموا عليها، فالمعلم جون راح جاي مشغل دماغه ومتصل بالشقه اللي جنبها، فمعنى كده ان هو ايه ابعد الخطر عنها، وهم راحوا على صوت التليفون اللي في الشقه اللي جنبها، فيويو كده ايه في امان صباح الفل. وبرده هما لسه لاقيين اللاسلكي، فالمخرج قال لك احط له ايه مشهد كده في النص بالحب نشغله. فقاعدين هما الاثنين يتكلموا في اللاسلكي وبتاع، فقالت لك انا زهقت، قال لها انا كمان زهقت، يلا بينا ننزل، كل واحد حضر الدنيا وبتاع. نزلوا تحت قعدوا يضربوا في الزومبي لحد ما وصلوا لعماره معينه، وطبعا في النص كان في سسبنسات كتير، طبعا مشهد كان طويل بس انا لخصته لك. المهم وصلوا العماره كان فيها زومبي برضو كتير وبتاع، المهم فضلوا يعفروا ها 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 لحد ما لقوش مفر، وعلى اخر لحظه واحد بيفتح الباب وبيدخلهم البيت عنده، وبعدها بيقعد يضيفهم وبتاع ومش عارف ايه، بس هما الاثنين بيبقوا لسه مقلقين منه شويه، فقعد يطمنهم بيقول لهم في الاخبار ان في طيارات هتيجي عارفه مكاننا وبتاع وهينقذونا قريب وبتاع، فاجون بيفرح ومش عارف ايه. وبعد كده الراجل بيقدم لهم اكل معلب عشان لسه هما مش واثقين فيه، المهم ان الاكل ده بيطلع في الاخر مسمم، وبعد ما بيغمى عليهم بيكتفهم، وبعد كده بنكتشف ان هو عنده مراته وتحولت لزومبي وهو عايز يقدمهم لهم كأكل، يعني جون ويويو هم العشاء بتوع مراته النهارده. المهم بيفوقوا بس يويو بتبقى جوه وجون بيبقى بره، وبعد كده بيهدد الراجل بالمسدس ان هو يطلعها بدل ما يقتله، فالراجل بيبقى مش قلقان منه، وبعد كده بيسيب الحبل، ومراته بتهجم على يويو جوه في الاوضه، وبعد كده صوتهم بيتقطع مره واحده ومش بنسمع صوتهم، فالراجل بيفتح الباب عشان يشوف ايه اللي بيحصل، ومره واحده مراته بتهجم عليه نفسه وبتقتله، ويويو بتظهر بقى ما نعرفش هي اتعضت ولا لا، بس هي بتدي له مسدس وبتقول له اقتلني، وهو بيكون بيعيط وهو ماسك المسدس وموجهه ناحيتها وبتاع، وبيكون لسه هيقتلها بس بيسمع صوت طياره من بره، فبيبدا ان هو يفرح ويسيب المسدس، فبيجهزوا هما الاثنين وبيبداوا بقى يمسكوا حاجات كده وبتاع، المهم ان هما بيعفروا مع الزومبي لحد ما بيوصلوا لسطح المبنى وبيقفلوا الباب كويس، بس بتكون الطياره لسه ما وصلتش وبتاع، في الاخر الزومبي بيكسر الباب وبيخش عليهم في السطح، فجون بيطلع المسدس وبيقعد يقتل فيهم على قد ما يقدر، بس طبعا المسدس بيخلص، وعلى اللحظه الاخيره الطياره بتبدا تظهر وفيها جنود من الجيش وبيقتلوا الزومبي وبيركبوهم معاهم في الطياره، وبعدها نعرف ان في الاف من الناس حالتهم نفس حاله يويو بقى ونفس حاله بقى جون، ويفضل قاعد بقى كتير، فالمهم ما ده فيلم زومبي فاهم، تتفرج على زومبي، تخيل انت مثلا ايه واحد عنده 10 سنين بيتفرج على زومبي، فعقله الباطن هيبقى واخد فكره عن الزومبي ان هم ايه فاهم، في حاجات كده فاهم مش عارف اقول لك. المهم انا عمال اي ارغي كتير مش عارف ايه، تقريبا عايز اقفل 8 دقايق مش عارف يا عم، سيبني اهزر بفضفض، مالك يا جدع ايه هتقفل على المايك من جوه ليه يا عم، انا قاعد بدردش مع الناس، ومالك انت زعلان ليه؟ ايه عم مش سامعك اصلا فاهم، او قفلت الفانتوم خالص اهو، انا كده مش سامعك. انا طبعا مش بكلمك انت عزيزي المشاهد، انا بكلم الراجل المهندس الصوت اللي معايا في قاعد بره يعني. اهم حاجه في الليله دي بس ما تنساش بس تعمل لايك سبسكرايب فعل زر الجرس، اتفرج على اللي فات السنه اللي جايه بتاع فاهم، اللي هم ايه شويه اللي بقولهم لك في الاخر دول، وبعد كده في الاخر قبل ما اقول لك في الاخر المهم اللي بيطلع كلمه في النص كده في الاخر اروح جاي قايل لك كات. الفيديو ده على ورقه وقلم احمد فارس وحنجره احمد فارس بتاع سيكولوجي بالعربي، انا اهو، ونشوفكم في فيديو جديد، سلام.